لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح طريقة عمل أبديت أو تحديث البرنامج. لازم تتأكد أن نسخة البرنامج موجودة عندك هي نسخة الشرق الأوسط. في حالة أن ما كانت نسخة الشرق الأوسط ما بتقدر تسوي أبديت، فلازم تسوي أول كونفرت أو تحويل من نسخة من النسخة الأمريكية إلى نسخة الشرق الأوسط حتى تقدر تسوي أبديت. وراح أخلي لكم في الوصف شرح طريقة اللي هو فيديو يشرح طريقة عمل الكونفرت أو التحويل والوصلة اللي أو الرابط اللي تقدر عن طريقه تشوف أو شلون تنزل المحول أو الكونفرتر. طبعا التحديث جدا مهم للبرنامج للحصول على مميزات جديدة وثبات أكثر للنظام واستقرار أكثر للبرنامج. في البداية نفتح البرنامج، نحدد المربع الأول ونكتب كلمة admin admin ونضغط enter. نروح على زر الأبديت، راح يقول لنا أن البرنامج راح يبند علينا ويبتدي الابديت. بوبس ريستورانت ويل كلوز، دو يو وانت تو كونتينيو؟ نقول له يس. هذا اللي هو الابديتر، نضغط على تشيك فور ابديت. راح يبحث اذا كان يوجد اي ابديت. عندنا الفات سبورت والكيتشن ديسبلاي والبقيه، نعمل ابديت ناو. راح ينزل التحديثات، طبعا انتهى التحديث حاليا وقال بوبس ريسونس هاز بين سكسسفولي ابديتد. نضغط اوكي، راح يفتح لنا البرنامج من جديد.